علماءنا يقولون إنه لا تلازم بين فضل الزمان ومطلق العمل، فقد يكون اليوم فاضلا لكن لا تشرع فيه أعمال صالحة، فإن أفضل أيام الأسبوع الجمعة، وأفضل أيام السنة يوم عيد الأضحى كما في المسند، مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. ومع ذلك فإنه يحرم صوم يوم العيد ويكره صوم يوم الجمعة على سبيل الانفراد، ويمنع من تخصيصهما بالقيام. السبب في ذلك القاعدة التي ذكرت لك، وهو أنه لا تلازم بين فضل الزمان مع مطلق العمل الصالح. إذن كل زمان من الأزمنة الفاضلة أفضل ما يعمل فيه ما شرع فيه من الأعمال.